هذه الحاله كما تشوفي انا عندي جوج اولاد، واحد تيقرا في الباك والاخر كبر منه حتى هو، وعندي ولد صغير. فمي يتصل بك ولدك بغيت لك تشوف بابا اش غادي دير؟ خاصك تغامر. فانا تخدم في البحر اصليا، تنصيد في البحر بالقصبة، تنضرب بوزر وكل شيء، تجمع لي فلوس نعاون. من بعد انا البرد هاد لي البرد والبحر والشتاء الايامات، ففكرت نخدم فعلا، كنت نخدم وداك الشيء. فاضطريت نجي للدار ديال خويا هنا في عين عوده، فقلبت على الخدمه، دارت على الخدمه، لقيت واحد الشركه تنخدم معها دابا هي اللي تندور باش خدمت مع شي بنايه وداك الشيء. وانا نخدم مع هاد الشركه، جيت عندهم المره الاولى ما قبلونيش، المره الثانيه طلبت منهم، جا عندي واحد الدري قال لي خدموا شي الناس، وانا رجعت عندهم قلت لهم في الاخر من دخلوني، دخلت انا مشيت للبيطونيه، حتى سولوني الناس علاش مشيتي للبيطونيه، قال لي راه صعيبه عليك وداك الشيء. خدمت فيها واحد 4 ايام فعلا، قال لي راه دويتي معاهم راه يغيروا لك الخدمه ديالك. فعلا دويت مع باش نغير الخدمه، قال لي ودي الا بغيتي حسابك نعطيك حسابك ماشي مشكل. قلت لهم غادي نبقى خدام، ما كاينش البديل، الا ما خدمتش في هذا الوقت الا ما خدمتش غنلقى مشكل في عائلتي، ان خاصو مصاري، خاص الولد، خاصو مرضيه، خاصك تجري. انا نخدموا في النهار 1600 في النهار، تخدموا ب 1600 في النهار، المهم تخدم السيمانه كامله. اول حاجه خديت قرار نبقى في المغرب بصفتي نهائيه، نتزوج ولادي في المغرب من الاول. انا هذا هو اللي خديت قرار، كون بغيت انا نمشي ما حبسني حتى واحد، ما حبسني، ما وقف عليا حتى واحد باش يحبسني. هما داروا عليا داك الضغط وانا بقيت، لانني انا تنقول لهم انا نوفو نبقى هنا في هذه البلاد. هذا هو اللي خلاني انا تلاقيت مع الدائم في امريكا، تلاقيت معهم قلت لهم انا غادي للمغرب، قال لهم يقولوا يا رضا، قلت لهم حيت مشى واحد العدائين ديال مكناس اصدقاء ديالنا تقريبا المغاربه، راه من طنجه للقويره، وليت الدري ديال العيون اصدقاء ديالي تيترينو معايا، تيعرضوا عليا نجلس معاهم في افران، تيفرحوا من ثاني تيتلاقاو معايا. الان كنت مشيت لاكادير تيزني تيتلاقاو معايا الناس، برضوان فهمتي تيعرفوني، كنت انا قريب الى العدائين. انا فعلا كان المشاكل عندي، انا كنتزوج والمدام ديالي الاولى وداك الشيء، رغم هذيك المشاكل ديالي ما هزيتش للعائله ديالي، كنت نعاني بوحدي فهمتي، كنت نعاني انا بوحدي، ما تنخليش العائله ديالي يحسوا بها، لا الجوجه ديالي لا كلشي. واخا انا درت بيعه وشريه، ما انني تنتريني ودرت بيعه وشريه والمدام ديالي هذا، وخليني يخليني، ولكن لقيت الضغط النفسي، ولاو دخلوا الناس عند المدام ديالي خلقوا لها مشاكل، ضغطي عليه في الاخر. المشاكل ديال المدام ديالي ما طلقش انا مشاكل وقعات، قالت لي يا اوروبيه نبقى انا، قلت لها سير اوروبا انا بغيتي، انا بغيتي الطلاق ديالك، انا لا خذي الحريه ديالك، انا غادي نبقى في المغرب. هذا هو المشكل، وانا عشت كل شيء معاناه وهذاك الشيء، وما حسيتش براحتي. انا بالنسبه لي ما حسيتش بالراحه كاع في العاب قهوه، لحقاش العاب قهوه كنت نمشي بعيد، وكل شيء كان يعطيني بان انا غادي نمشي بعيد نمشي بعيد، ولكن ما عمرني حسيت براسي. حاجه وحده اللي مشيت بها هي ان استقبلنا جلاله الملك ودوا معنا، استقبلنا جلاله الملك الله يرحمه والسالي تساقبه، دوا معنا واحد الكلمه، قلنا انتم يا عدائين، انتم يا ابطال المغاربه، انتم هو السفراء ديال المغرب. قالها بحق، قال لك السفير تخسروا عليه الفلوس ما تيدير والو، ما تيطلع ما تيهبط، قال لك انتم ما تخسروا عليكم والو، المشاركه ديالكم تترفع الرايه، المشاركه ديالكم تترفع الرايه. جلاله الملك اللي دار فيهم الثقه، لكنهم خانوا، كانوا هذاك الشيء تيجروا على المصالح ديالهم. انا ما ندخل في مواضيع اللي هي بعيده شي شويه. دابا نقول لكم على القضيه، انا بزاف الناس تلاقيت معاهم، بزاف البيبان دقيتهم. انا مشيت هذيك فونداسيون ديال الملك اللي دار جلاله الملك، قالوا لي شكون انت؟ مشيت في حالتي ما شافونيش 4 سنين و5 سنين، انا هذه الفونداسيون تدوا معايا الناس، تمشيت قالوا لي فيك انت كملتي، عرفناك ما عرفناك فين مشيتي. بعض شي مسؤولين شافوني من الفرقه ديالي، ولكن هو جلاله الملك ملي تيدير فيهم الثقه اش يديروا داك الشيء عليهم هما. بعض الاخرين ان جلاله الملك محمد السادس الله ينصره ويطول عليه العمر ديالو، داير فيهم الثقه تيقول لهم ها انتم العدائين بغيت ديروا لهم ديروا لهم، ولكن ما كاين حتى دون جدوى. وانا تلاقيت مع العدائين قال لي برضوان انت احسن من فلان احسن من فلان احسن من فلان، على سبيل المثال. انا المطلب ديالي، انا نقول لك واحد القضيه، جوج الحوايج نقولها، اللي غادي يحل المشكل ديالي هو جلاله الملك محمد السادس، لانني اين اي باب دقيته، انا بزاف المسؤولين تعرفهم، ماشي نوصل عند اي واحد، راه ما يدير معايا حتى شي واحد. انا شفت بعيني بلا ما نقول الاسماء ديالها، اجي انت منين؟ من فلان فلاني، تطيح قريب ليا، اجي ادخل هنايا،
انت ما تعرفكش، ماشي مغربي انت، ما عارفش واش حنا مغاربه ماشي مغاربه. الا كنا مغاربه راه تكونوا ميزان واحد، ميزان واحد. خاص بعدا هاد الناس اللي في الاطر في العاب القوى خاصهم يرجعوا للبارماليس الاولى، داك الارشيف هذاك، ويشوفوا العدائين اللي كانوا اللي عطاو للوطن ديالهم ويدوروا بهم. هذا الجرا وهذا الجرا اش وقع؟ راه كاين راه كانت المشاكل، دابا ما كاينش المشاكل في العاب القوى. انا خاص لي عاني بيا بعداك انايا، انا براسي ها انا مجروح. واش واحد توقف مع اطليق دولي ملياردير لا باس عليه، وقف انت بالصبر ديالو وتبقى يشوف فيك وتبقى يدير لك ها ما مسوقش ليك اش عليك. ديتهم انا شوفي ندوي معاك، انا ديتهم الالعاب القوى، ديتهم الالعاب القوى. انا كنت تحت ليا فرصه على فلوس، عندي شي شويه فلوس وعندي امكانيات، انا غنبغي ولدي يدير العاب القوى حيت غادي ندعمو. رديتهم وقلت لهم ولدي هالمسار ديالكم، ويرجعوا عندي قال لي بابا طريق وخايبه علينا الطريق ديال الكومبلكس داك الشيء الطريق. حيت ملي مشى ولادي تيجي تجي عندي بابا راه واحد الدري ضربته الطنابله قتلاته صافي. قلت لهم ولدي قرار ديالكم نتوما، انني تغلبت ما يمكنش نبقى نمشي للبحر نصيد ونهبط مع الاولاد. راه رزقك بعض المرات ما يجي حتى للعشيه، وبعض المرات ما تصيدش، بعض ثلاث ايام ما تتصيدش وانت غادي. راه تقدر تشري الخبز واتاي وتترتاح، ولكن ملي تكون عندك البيبي باقي صغير راه مش قوي. I'm a